لكن خليني اعرض لحضراتكم فترات التوقف في الموسم الجديد عشان نبقى ايه متابعين مع بعض كده لحظه بلحظه ايه اللي هيحصل في الموسم الجديد وفترات التوقف هتكون ايه. تعالى كده في البدايه تصفيات كاس العالم اللي بيشارك فيها منتخبنا الوطني اللي باذن الله اتمنى له كل التوفيق ان هو يوصل كاس العالم. قدام حضراتكم على الشاشه الجولتين الخامسه والسادسه هيكونوا من يوم 11 ليوم 16 اللي هو هيبقى عندنا مواجهه مين؟ انجولا والجابون اللي هم اخر جولتين في التصفيات اللي هي التصفيات الاوليه. هتيجي بقى الدور الختامي اللي هو التصفيات النهائيه او المباراه النهائيه اللي هتتلعب ذهاب واياب كده على غرار مباراه مصر وغانا لو تفتكروا في كاس عالم تصفيات كاس عالم 2014. وهيكون ميعاده من امتى؟ 21 ل 29 مباراه ذهاب واياب 21 ل 29 مارس. فادي فتره توقف اخرى. حلو؟ يعني نوفمبر وعندك مارس. بعد كده عندك كاس العرب. كاس العرب ده هيكون من 30 نوفمبر الى 18 ديسمبر. دي بطوله انت مش عارف اصلا انت هتشارك بالمحترفين ولا لا، هي يعني الفيفا اقرها بكل حاجه. بس في اعتقادي الشخصي هيكون صعب ان انت تجيب المحترفين، فبالتالي هتشارك بالمحليين بس، فبالتالي الدوري هيقف يعني ما فيهاش هزار، مش هتلاقي حد يلعب الدوري هنا. هيبقى صعب ان الدوري يتلعب، فادي فتره توقف اخرى. هو خد بالك من كام؟ احنا لسه ما كملناش كمان. تعالى بقى على كاس العالم للانديه. الاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه وده طبيعي، يعني اللي بياخد دوري ابطال افريقيا بيكافئ انه يشارك في كاس العالم للانديه، لان بنسمع بعض الاصوات يقول لك اصل الاهلي السنه اللي فاتت اتوقف له 50 يوم ماتشات دوري، ما لعبش دوري خالص وتغفلوا تماما مشاركه الاهلي الافريقيه مثلا ووصوله للمباراه النهائيه وفوزه بالبطوله ومن ثم تاهله لكاس العالم. حاجات كلها الناس ما بتاخدش بالها منها، مش معقول الاهلي هيوصل كاس العالم ونخلي فريق ثاني يشارك يعني عشان الدوري يكمل. فبالتالي كاس العالم حتى الان خلي بالك الميعاد المعلن هيكون في ديسمبر 2021 حتى الان، وده وارد وقابل للتغيير. تمام؟ والدوله المستضيفه لسه ما تمش تحديدها، بيقال ان الامارات خلاص قربت ان هي يعني تستضيف البطوله لكن لسه بشكل رسمي ما حصلش، فهيبقى على حسب كمان الدوله المستضيفه بعد طبعا ايه انسحاب اليابان. كمان كاس السوبر الافريقي ده ماتش الاهلي والرجاء في كاس السوبر، ميعاده المعلن حتى الان او المبدئي حتى الان هو ديسمبر في 2021 ولسه المواعيد قابل للتغيير انتظارا لمواعيد ايه؟ كاس العالم للانديه، لان لو كاس العالم للانديه هيبقى في شهر 12 فبالتالي مش هتلعب كاس السوبر في شهر 12 الا لو كاس العالم للانديه هيبقى متاخر في الشهر ده او في النص الثاني من الشهر ده، فانت ممكن في النص الاول يكون في ماتش السوبر، يعني لسه المواعيد مش متحدده بشكل نهائي. فبالتالي فترات توقف كتير جدا. تعالى بقى لكاس الامم الافريقيه نخش بقى ايه؟ علينا وعليكم خير كده باذن الله في 2022. كاس الامم الافريقيه اللي بيشارك فيها منتخبنا الوطني يا رب ان شاء الله يكون موفق ويجيبوا لنا البطوله، هتكون في الفتره ما بين 9 يناير ل 6 فبراير. فادي عندك ايه؟ حاجه و20 يوم توقف دولي، وقبل الحاجه و20 يوم ده اكيد المنتخب هيبقى عايز معسكر اسبوعين ثلاثه وممكن كيروش كمان يقول لك شهر عشان يعد اللعيبه بشكل كويس بتحديد اللعيبه المحليين في انتظار انضمام المحليين في المحترفين في ميعادهم. فبالتالي برضه فترة توقف كتيرة. كل ده أنت ممكن يكون لما توصل المرحلة دي يكون مثلا الدوري تلعب إيه؟ أربع خمس ماتشات بالكتير. أنت متخيل؟ فهيبقى في صعوبة كبيرة جدا. طيب. بطولات أفريقيا للأندية. أنت إحنا كده ما خلصناش، أنت كده لسه عندك بقى إيه؟ عندك الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري. هيشاركوا في البطولات الأفريقية. ففي حالة تأهلهم لدور المجموعات فبالتالي هتلاقي إيه؟ هتلاقي الجولة الأولى والجولة الثانية والثالثة هيتلعبوا في شهر واحد اللي هو شهر فبراير، يعني شهر فبراير ده هياخد ثلاث جولات، هيضغطوا البطولة، أنت متخيل معايا؟ هيضغطوا البطولة عشان عايزين يخلصوها في شهر خمسة، هاجي لك في المواعيد دلوقتي. فالجولة الأولى هتكون يوم 11 فبراير. الجولة الثانية 18 فبراير وراها على طول، الجولة الثالثة 25 فبراير وراهم على طول، وبعد كده تخش في مارس تبتدي يوم 11. الجولة الرابعة 18، الجولة الخامسة وهو أول إبريل على طول الجولة رقم 6. فالبطولة مضغوطة، فكل ده هتلاقي مثلا الأربع أندية اللي بيشاركوا أفريقيا صعب إن هم يشاركوا في الدوري. ماتش كل فين وفين. تمام. لو بإذن الله تأهل أندية مصرية لربع النهائي فهيبقى ربع النهائي ميعاده إمتى؟ 15 إبريل ذهابا و20 إبريل إيابا.
مستحيل يبقى في ماتش في النص طبعا، فرق 5 ايام. وان شاء الله باذن الله يكون الاهلي كمان متاهل لنصف النهائي، فهيبقى عندك يوم 6 مايو ذهابا والاياب يوم 13 مايو في شهر 5 عشان تلعب النهائي. يا رب يكون الاهلي طرف في النهائي ده يوم كام؟ يوم 29 مايو. وبعديهم في توقف دولي من 30 مايو لايه؟ ل 14 يونيو. فكم كبير جدا جدا من التوقفات. انا عرضت لحضراتكم التوقفات في الموسم الجديد بشكل مفصل عشان تبقوا يعني عارفين كل التفاصيل اللي تتعلق باللي مخلي الناس ان هم ازاي بيفكروا في شكل الدوري للموسم الجديد. ففي صعوبه ان الدوري يبقى طبيعي، في صعوبه طبقا للحاجات اللي احنا عرضناها لحضراتكم دي. ليه بقى؟ وانا هقول لحضراتكم الثلاث اشكال المقترحه اللي عرضها عامر حسين المسؤول على المسابقات اللي موجود في رابطه الانديه المحترف. عرض ثلاث تصورات وهقول لحضراتكم كل تصور لو اتنفذ يخلص امتى الدوري. فنبتدي بالتصور الطبيعي، التصور الاول، الشكل الاول اللي ممكن الدوري يبتدي من خلاله، وانا بعتقد ان ده هيكون صعب. الله اعلم بقى قرار الانديه يوم الخميس هيكون ايه بالتنسيق مع الرابطه. فبالتالي التصور الاول الدوري يكون طبيعي بنظام الذهاب والاياب زي ما احنا متعودين على الدوري كده عندنا، ذهاب واياب تمام. وفي التوقيت ده او في حاله او في الحاله دي ينتهي الدوري امتى؟ يوم 24 اغسطس. يعني الدوري تقريبا هيقعد ايه؟ سنه الا شهرين، لان انت هتبتدي 25 اكتوبر تخلص في نهايه اغسطس، فمعاك ايه 10 شهور الدوري، فدي فتره كبيره يعني هتفضل برضو ضاغط على نفسك في المواسم اللي بعد كده. ده في حاله لو الدوري مشي بشكل طبيعي. طب التصور الثاني اللي بيتكلم فيه البعض قال لك يا جماعه احنا نشوف حل ونعمل دوري من مجموعتين. الدوري من مجموعتين ده عباره عن ايه؟ عباره ان انت هتقسم الانديه لمجموعتين تمام؟ يبدا يوم 25 اكتوبر وينتهي في يوليو، انت كده قللت شهر، بدل ما في الطبيعي تخلص في اخر اغسطس هتخلص في يوليو. وهيبقى الشكل عامل ازاي؟ يبقى بنظام الذهاب والاياب كل مجموعه، وتاخد المراكز الاولى في كل مجموعه يلعبوا دوري، اللي هم مثلا ثلاثه من هنا وثلاثه من هنا، اول ثلاثه من هنا واول ثلاثه من هنا، بقى 6 فرق يلعبوا دوري مع بعض ذهاب واياب، واللي يكسب بعدد النقاط هو اللي ياخد البطوله. وفي نفس الوقت يتحدد الهبوط ازاي؟ اخر فريق في كل مجموعه، اخر فريق في كل مجموعه لو في حاله ان الدوري مجموعتين، اخر فريق دول هنا وهنا دول خلاص نزلوا درجه ثانيه. طب الثالث مين اللي هينزل؟ هتاخد الفريق اللي قبل الاخير من هنا والفريق اللي قبل الاخير من هنا، ويتلعب ما بينهم ماتش فاصل او ماتش ذهاب واياب يحدد مين اللي ينزل. او اعتقد هيكون فاصل اكتر يعني، لان صعب يتعمل ذهاب واياب. فبالتالي انت قللت عدد المباريات شويه، يعني انت لو في الدوري الطبيعي هتلعب 34 مباراه اللي هو الدوري ذهاب واياب عادي كل الفرق مع بعض. لو دوري مجموعتين انت هتخلص في يوليو وقللت عدد الماتشات بحد اقصى 26 مباراه. حلو حلو. الاقتراح الثالث او التصور الثالث ان هو يكون دوري بدور واحد، ان خلاص ما فيش مجموعتين ولا حاجه، يبقى الدوري كله الفرق كلها تلعب مع بعض بس ماتش واحد بس، ما فيش ذهاب واياب تمام. وفي الاخر يبقى في اول 10 فرق في الترتيب بعد المباراه الوحيده اللي تتلعب ما بينهم دول هيلعبوا دوري ذهاب واياب ويتحدد من خلاله البطل، والثمانيه اللي في الاخر هيلعبوا دوري يتحدد من خلاله ايه؟ الثلاثه اللي يهبطوا. في الحاله دي انت هتخلص برضو في يوليو وهتبقى قللت عدد الماتشات ل 24 ماتش متساويه لكل الفرق، هتلعب بنفس العدد. فدي الاشكال المختلفه او المقترحه من قبل رابطه الانديه، واللي في انتظار يوم الخميس ياخدوا فيها قرار عشان نشوف شكل الدوري الموسم الجديد هيكون عامل ازاي. احنا عارفين القرعه خلاص هتبقى في اول اكتوبر يوم 5 اكتوبر بشكل شبه نهائي، وبعد كده بقى تعرف شكل الدوري هيكون عامل ازاي، بحيث او القرعه هتتعمل بعد ما تعرف الشكل، لان انت يوم الخميس الجاي تعرف اسلوب او شكل الدوري للموسم الجديد. نتمنى كل التوفيق لهم في كل الاحوال، ان يتم الاستقرار على تصور مناسب لموسم جديد نراعي فيه التوقفات الدوليه الكتير جدا جدا، وفي نفس الوقت نتجنب فيه المشاكل اللي قابلتنا قبل كده، وفي نفس الوقت نحاول نعالج لما هو بعد هذا الموسم عشان الامور تمشي في توقيتاتها الطبيعيه زي ما بنشوف في العالم كله.